بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بنكمل المراجعات النهائية للصف السادس الابتدائي، مراجعات في منتهى الأهمية. بالنسبة للمراجعات دي اللي هيركز فيها إن شاء الله بإذن الله هيجيب الدرجة النهائية. نبدأ في المراجعات النهائية مع بعضنا كده بإذن الله. عندي السؤال الأول بيقول لي أكمل ما يأتي. النسبة هي نقط. تعريف النسبة أولاد، تعريف النسبة، النسبة يبقى نيجي نعرف النسبة. تعريف النسبة نقول هي المقارنة بين عددين أو كميتين من نفس النوع ولهما نفس الوحدات. تاني، تعريف النسبة نقول هي المقارنة بين عددين أو كميتين من نفس النوع ولهما نفس الوحدات. طيب ده بالنسبة لتعريف النسبة. النقطة التانية بيقول لي النسبة بين عددين يساوي نقط. يعني عندي عددين عاوز اجيب النسبة بينهم، ده من شرطة الكسر، نحط العدد الأول فوق والعدد التاني تحت أو العدد الآخر. يعني مثلا أنا هجيب النسبة بين 10 و 20، أعمل شرطة كسر، أحط العدد الأول اللي هو 10 فوق والعدد التاني اللي هو 20 تحت. يبقى النسبة بين عددين يا أولاد هي تساوي شرطة كسر، نحط العدد الأول فوق شرطة الكسر والعدد التاني تحت شرطة الكسر. بالنسبة لنمرة 3، 84% النسبة بين 84% إلى 2.3 يعني 3 على إيه؟ على 9. هنفك كل عدد. 84% معناها 84 على 100. بدل الإله نخليها على. نفك العدد الصحيح وكسر ده، نفكه كيف؟ نضرب المقام في العدد الصحيح ونجمع عليه البسط. طب المقام بتسعة، نضربه في العدد الصحيح 2 يبقى 18، 18 نجمع عليها البسط 3 يبقى 21. طب فين المقام اللي هو التسعة زي ما هو؟ يلا الخطوة دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنزل الكسر الأول زي ما هو. يبقى العدد 84% إلى 2.3. عاوز يجيب النسبة بين العددين دول. طب ال 84% لما حوله إلى كسر اعتيادي ب 84 على 100. والإلى يعني على. فك العدد الصحيح وكسر. أفكه كيف؟ نضرب المقام في العدد الصحيح ونجمع عليه البسط. نضرب التسعة في الاتنين ب 18، نجمع عليها التلاتة 18، نجمع عليها تلاتة ب 21 على المقام زي ما هو كان بتسعة. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بقول 84 على 100 بنزلها زي ما هي، والعلى بخليها بقلب العلامة بدل على بخليها نقلب العلى نخليها بعد كده ال 21 على 9 بنجيب البسط مقام والمقام بسط، 21 على 9 تبقى 9 على 21. يلا نعمل عملية اختصار. طبعا ال 21 على 21 فيها الواحد، 84 على 21 فيها الأربعة، 4 على الأربعة فيها الواحد، 25 على الأربعة فيها ال 25، فوق اتبقى واحد في 9 ب 9. تحت 25 في 1 ب 25 يبقى النسبة 9 على 25 يعني 9 إلى 25. تاني بالنسبة للاختصار بنزل الكسر الأول زي ما هو 84 على 100، العلى بخليها فيه، ال 1 على 29 بعمل عملية تبديل البسط مقام والمقام بسط، 21 على 9 ببدل تبقى 9 على 21، أعمل عملية اختصار. اقسم ال 21 على 21 فيها الواحد، 84 على 21 فيها الأربعة، بعد كده بقسم ال 4 على 4 فيها الواحد، وال 100 بقسمها على 4 فيها ال 25. هيتبقى فوق واحد نضربها في 9 ب 9، تحت 25 في 1 ب 25، يبقى النسبة 9 على 25 يعني 9 إلى 25. نمرة 4، بيقول لي النمرة 4 يا أولاد،
نمرة 4 بيقول لي النسبة بين طول ضلع المربع، النسبة بين طول ضلع المربع إلى محيطه، النسبة بين طول ضلع المربع إلى محيطه يساوي نقط إلى نقط. هو بيقول لي النسبة بين طول الضلع، بين طول الضلع والمحيط، بين طول الضلع وإيه؟ والمحيط. أي هو بيقول لي طول الضلع، يبقى هناخد واحد. يبقى نقطة أقول نكتب واحد، لأن بيقول لي طول الضلع، ما قاليش ضلعين، ما قاليش ثلاث أضلاع. قال لي طول ضلع المربع، يعني قال لي ضلع واحد، يبقى النقط الأولى، النقط الأولى هنكتب هنا يا أولاد واحد. ومحيطه، طبعًا يا أولاد بالنسبة لأي شكل، سواء كان رباعي، خماسي، سداسي، أي شكل هندسي، لما نحب نجيب المحيط بتاعي يا أولاد، نقول مجموع أطوال أضلاعه، مجموع أطوال إيه؟ مجموع أطوال أضلاعه، يعني إيه؟ يعني المربع فيه كم ضلع؟ مربع عليك فيه أربعة. يبقى الضلع بواحد والمحيط باربعة، يبقى واحد إلى إيه؟ إلى أربعة. تاني يا أولاد هو بيقول لي النسبة بين طول ضلع المربع، الضلع بواحد والمحيط بتاع المربع فيه أربع أضلاع. أي شكل يا أولاد أنا أحب أجيب المحيط نعمل إيه؟ نجمع أطوال أضلاع. يبقى النسبة بين طول ضلع المربع إلى محيطه واحد إلى أربعة. واحد إلى إيه يا أولاد؟ أربعة. نمرة 5 يا ولاد بيقول لي النسبة بين محيط الدائرة وطول القطر. طيب محيط الدائرة يساوي ايه يا ولاد؟ ايوه برافو عليك، في ناس بتقول طه في طول القطر، وفي ناس بتقول 2 طه نق، نضرب 2 في طه في نق، برافو عليك. يبقى محيط الدائرة يا ولاد يا اما نقول محيط الدائرة نعمل شرط الكس، نقول 2 في طه في نق، يعني 2 طه نق على طول القطر يا اولاد. اي قطر فيه نصين قطر، 2 نصف قطر، اي قطر فيه 2 نصف قطر، والنصف قطر بنقول عليه 2 نق. يبقى محيط الدائره هنعمل شرط كس، شرط كس نقول ايه؟ نقول 2 طه نق فوق، وتحت طول القطر فيه 2 نق، يعني 2 نصف ايه؟ قطر. هنشيل يا اولاد الاثنين مع الاثنين والنق مع النق، هيتبقى فوق شرط الكسر طه وتحت واحد، يبقى النسبة بين محيط الدائرة وطول القطر طه النقط الأولى، وواحد على النقط الثانية. تاني يا أولاد، تاني النقطة دي بيقول لي النسبة بين محيط الدائرة وطول القطر، نعمل شرطة كسر في ورقة خارجية. محيط الدائرة نكتب فوق شرطة الكسر 2 طه نق، أو نضرب 2 في طه في نق. تحت شرطة الكسر طول القطر فيه 2 نق، هنشيل الاثنين مع الاثنين والنق مع النق، هيتبقى فوق طه وتحت واحد، يعني طه الى واحد. يبقى النسبة بين محيط الدائرة وطول القطر طه على النقط الاولى، وواحد على النقط الثانية. رقم 6 بيقول لي النسبة بين طول ضلع المثلث المتساوي الاضلاع ومحيطه. بالنسبة يا اولاد نفس القصة، طول ضلع المثلث، هو المثلث فيه ثلاث اضلاع، هو بيقول له طول ضلع، وخلي بالك ده مثلث متساوي الاضلاع. يعني ايه متساوي الاضلاع؟ يعني الثلاث اضلاع قد ايه بعض، الثلاث اضلاع قد بعض. طيب هو بيقول لي النسبه بين طول ضلع يبقى بواحد، طب والمثلث فيه كم ضلع؟ برافو عليك ثلاثه، يبقى واحد الى ايه؟ الى ثلاثه. تاني تاني الضلع بواحد على النقطه الاولى، والمحيط بتاع المثلث اللي هو مجموع اطوال اضلاعه، يعني في كم ضلع المحيط؟ ايوه برافو عليك في ثلاث اضلاع، يبقى نقول واحد الى ايه؟ الى ثلاثه. يبقى النسبه بين طول ضلع المثلث المتساوي الاضلاع على النقط الاولى نكتب واحد، والمحيط فيه ثلاث اضلاع يبقى واحد الى ايه؟ الى ثلاثه. ممتاز. 250 قرش وسبعه ونص. طبعا يا اولاد الكميتين دول مش من نفس النوع، مش من نوع واحد، مش من نوع واحد. طيب ايه الحل؟ يا اما تحول القرش الى جنيه، يا اما تحول الجنيه الكبير الى ايه؟ الى قرش. بس انت لما تيجي تحول، يا اما تحول الجنيه الكبير الى قرش بيبقى اسهل. يعني ايه؟ يعني ال 250 قرش يا اولاد دي اللي هي الكميه الاولى هنسيبها زي ما هي ما هي، والسبعة جنيه ونص انا عارف الجنيه يا اولاد فيه 100 قرش، يبقى السبعة جنيه فيهم سبعة
في 100 ب 700 برافو عليك ايوه 7 في 100 اهي ب 700 طيب ونص الجنيه في كم قرش برافو عليك 50 يبقى ال 7 ونص فيهم 750 قرش جت منين؟ هو ال 7 جنيه الجنيه في 100 قرش يبقى ال 7 جنيه في 7 في 100 ب 700 ونص الجنيه في 50 قرش 700 نجمع عليها 50 يبقى ال 7 جنيه ونص دي يا اولاد ال 7 جنيه ونص دي يا اما نيجي نحولها الى قرش هتطلع 750 قرش يبقى بدل ال 7 ونص يا اولاد دي هخليها 750 قرش 750 ايه؟ قرش بعد كده الكميه الاولى 250 قرش ودي خلي والكميه الثانيه حولناها ضربنا ال 7 ونص في 100 طلع 750 قرش اقسم الكميه الاولى على الكميه الثانيه 750 شيل الصفر مع الصفر هيتبقى فوق 25 وتحت 75 ايوه برافو عليك هنختصر ال 25 على 25 فيها الواحد و75 على 25 فيها الثلاثة يبقى النسبه 1 الى 3 النسبه 1 الى ايه الى 3 تاني يا اولاد النسبه الكميه الاولى اللي هي 250 قرش هسيبها زي ما هي وال7 ونص جنيه هحولها الى قرش جت منين هو انا عارف الجنيه ب 100 قرش يبقى ال7 ونص في 100 ب 750 بعد كده بنبدا نعمل عمليه اختصار يا اولاد الكميه الاولى 250 الكميه الثانيه 750 بنشيل الصفر بتاع 250 مع الصفر بتاع 750 بيتبقى 25 فوق و75 تحت بنختصر طبعا ال25 طبعا ال25 فوق وال75 تحت هما الاثنين يقبلوا الجسم على 25 يقبل الجسم على ايه 25 او ال25 على 25 فيها الواحد يبقى النقط الاولى هنكتب واحد وال75 على 25 ايه العدد اللي اضربه في 25 يديني 75 هو الثلاثة يبقى النسبة واحد الى ثلاثة واحد الى ايه يا اولاد الى ثلاثة نبدأ نشوف رقم 8 بيقول لي النسبة بين 2 و 4 من 10 الى 18 النسبة بين 2 و 4 من 10 الى ايه الى 18 بنعمل ايه يا اولاد طبعا ال 2 و 4 من 10 اللي هو العدد الاول في علامة عشرية طب عاوز اتخلص من العلامة العشرية دي 2 و 4 من 10 عاوز اتخلص من العلامة العشرية اضرب ال 2 و 4 من 10 في 10 ايوه برافو عليك لان الاربعه دي 4 من 10 يبقى اضرب ال 2 و 4 من 10 في 10 يديني العدد 24 يبقى فوق ال 2 و 4 من 10 2 صحيح و 4 من 10 نكتب 24 جت منين؟ او حبينا نتخلص من العلامه العشريه يبقى نضرب الرقم ده في 10 يدينا 24 نسكت؟ لا زي ما ضربت ال 2 و 4 من 10 في 10 اداني 24 اضرب ال 18 في 10 برضه يديني 180 يلا بنعمل عمليه اختصار يا اولاد بنعمل عمليه ايه؟ بنعمل عمليه اختصار بنعمل عمليه اختصار كيف؟ إيه طبعا يا اولاد ال 24 نقسمها ايوه برافو عليك نقسمها في ناس يقول لك نقسم على الاثنين في ناس يقول على الاربعه في ناس يقول على السته في ناس يقول على الثمانيه في ناس طبعا العدد اللي هو يقبل القسم على ال 24 وعلى ال 8 هو ايه؟ السته هو ايه يا اولاد؟ السته طيب نقول ايه يا اولاد؟ نقول نقسم ال 24 على السته يبقى النقط الاولى 4 180 على السته يبقى فيها 30 4 الى 30 خلاص يا اولاد؟ يبقى كمان هنعمل ايه؟ نقسم ال 24 على السته فيها الأربعة ودي 180 على الستة فيها 30 طبعا النقط الأولى هتبقى 4 والنقط الثانية 30 ممكن نختصر نقول إن الأربعة على الاثنين فيها الاثنين وال 30 على الاثنين فيها 15 ممكن نقول النسبة بعد ما نعمل عملية الاختصار 2 إلى 15 طب هكتبها 4 إلى 30 ماشي تمشي و100 100 أو نختصرها نقول 2 إلى إيه؟ إلى 15 النقطة اللي بعديها 2 وربع متر و 125 سنتي طيب احنا زي ما اتعودنا نحول المتر الكبير الى سنتي يعني اللي بالسنتي ال 125 سنتي الصغير ده هنسيبه زي ما هو طيب يلا نحول ال 2 وربع متر
هو المتر يا اولاد فيه 100 سنتي، يبقى الاثنين متر ب 200. ايوه برافو عليك، يبقى الاثنين متر بايه؟ ب 200. وربع المتر، ايوه ربع ال 100 25، 25 وادي ال 2 متر ب 200، يبقى ال 2 وربع متر ب 225 سنتي متر، 225 سنتي ايه؟ متر. يلا بنعمل عمليه اختصار، بنقول ايه في عمليه الاختصار؟ بنقسم ال 225، النسبه الاولى 225 خليناها 225 والثانيه 125. ال 225 ودي 125، ال 225 تقبل القسم على 25 فيها 9، وال 125 على 25 فيها ايه؟ فيها 5. يبقى النسبه 9 الى ايه يا اولاد؟ الى 5. 9 الى ايه؟ الى 5. النقط اللي بعديها بيقول لي 8 ساعات و3 وثلث يوم. طبعا الاكبر يا اولاد الساعه ولا اليوم؟ ايوه برافو عليك اليوم. طيب خلي الصغير زي ما هو، الثمان ساعات خليها زي ما هي مش هنلعب عندها. شوف التلاتة وتلت، التلاتة ها وتلت. طبعا يا اولاد بالنسبة للتلاتة وتلت يوم، اليوم في كم ساعة؟ برافو عليك، ايوه اليوم يا اولاد في، برافو عليك، في 24 ساعة. طب التلات ايام يعني ايه؟ تلات ايام، التلات ايام فيهم كم ساعة؟ اليوم الاول 24 والتاني 24 يبقى 48، واليوم التالت ها نضيف عليه 4 على 48 24 يبقى ايه؟ الله ينور عليه، 3 في 24. ايوه نقولها 3 نضرب 3 ايام في اليوم في 24، 3 ايام، 3 ايام يا اولاد نضرب 3 ايام في اليوم في 24 ساعة يبقى ب 72 ايه؟ ساعة. وتلت اليوم، تلت يا اولاد تلت اليوم يعني تلت ال 24، يعني نقسم ال 24 على 3، 24 على 3 فيها 8، يبقى تلت اليوم 8 ايه؟ ساعات. يبقى الثلاث ايام ب 72، ثلاث ايام ب 72 يعني 24 زائد 24 زائد 24 يبقى 72، وتلت اليوم 8 يبقى اجمع ال 8 زائد ال 72 يبقى الثلاث ايام وتلت ب 80 ساعة. يبقى ثلاث ايام وتلت يا اولاد فيهم كام ساعة؟ فيهم 80 ايه؟ ساعة. بنعمل عملية اختصار، دي 8 زي ما هي ودي 80. الثلاث ايام وتلت 80. اقسم ال 8، اختصر ال 8 نختصرها مع، نقسمها على ال 8 فيها الواحد، وال 80 على 8 فيها 10، يبقى النسبة 1 إلى إيه؟ إلى 10، ممتاز. رقم 11 يا أولاد في غاية السهولة، بيقول لي إيه؟ بيقول لي يصرف حسن 45 جنيه في 3 أيام. 45 جنيه في 3 أيام، فإن معدل ما يصرفه في اليوم الواحد. دي المعدل يا أولاد، دي بتحكي على النسبة إيه؟ المعدل. اللي بيحصل ايه يا اولاد في النسبه المعدل؟ ايه هي النسبه المعدل؟ او المعدل هو المقارنه بين، ايوه، كميتين من نوعين مختلفين. ايوه ال 45 دي جنيه والثلاث، الثلاثه دي ايام، يبقى دي نوعين مختلفين، دي جنيه وده يوم، نوعين مختلفين. طب اعمل ايه؟ عادي خالص مش هنحول في النسبه المعدل، ما تحولش خالص، اقسم الكميه الاولى 45 على الكمية التانية 3، اقسم ال 45 على 3 فيها ال 15، اسكت؟ لا، اقول ايه؟ 45 على 3 فيها ال 15، 15 ايه؟ اكتب في جنبها جنيه، رمز النسبة المعدل لكل شرطة مايلة ساعة. 15 اقول جنيه، وبعد كده اعمل رمز النسبة المعدل ايه؟ شرطة مايلة لكل ايه؟ لكل يوم. يبقى في اليوم الواحد يا اولاد بنصرف 15 جنيه، يبقى هنكتب على النقط 15 جنيه لكل ساعة أو لكل يوم، لكل يوم يا اولاد. نبدأ نشوف رقم 12 بيقول لي، رقم 12 التناسب هو نقط، تعريف التناسب يا اولاد، تعريف التناسب، يعني إيه تناسب؟ التناسب في تعريف التناسب يا اولاد قلنا هو تساوي نسبتين او اكثر، يعني في نسبتين بيبقوا قد بعض او ممكن يبقوا اكثر من نسبتين. يبقى التناسب يا اولاد معناها، معنى التناسب هو تساوي
نسبتين او اكتر، يبقى التناسب هو تساوي، نكتب على النقط، تساوي نسبتين ايوه او اكتر، تساوي نسبتين او ايه او اكتر. تعالى نشوف رقم 13، 5 على 8 يساوي 15 على س، فان س يساوي نقط. طبعا من ضمن خواص التناسب يا اولاد، الخاصيه الثانيه بتقول لي حاصل ضرب الطرفين، اللي هو المقص الاول ده الطرفين اللي هو الخمسه والسين، ده بنقول عليهم الطرفين، يساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى الطرفين قد ايه يا اولاد؟ الوسطين. الطرفين يا اولاد، طبعا الطرفين في عدد مجهول اللي هو السين. طب اضرب الوسطين، نضرب ال 15 في 8، ايوه برافو عليك، اضرب الوسطين 15 في 8 ب 120. 120 نقسمها على 5 يديني برافو عليك 24. تاني يا اولاد، اضرب الوسطين 15 في 8 ب 120، اقسمها على 5، ايوه يديك العدد اللي ناقص ده س ب 24. رقم 14، الاعداد 4 وس و12 و18 متناسبة، فإن س يساوي نقط. طبعا يا اولاد اضرب الطرفين اللي هو الأربعة والتمنتاشر، أيوه الأربعة في التمنتاشر اللي هم الطرفين اللي هم على الأطراف، أربعة في تمنتاشر باتنين وسبعين، اقسمها على العدد اللي في النص ده 12، 72 على 12 يديني قيمة إيه؟ الس. تاني 4 في 18 ب 72، نقسمها على العدد اللي في النص 12، 72 على 12 يبقى قيمة الس تطلع ب 6. لو انت ضربت الطرفين في الوسطين هتلاقيهم قد ايه بعض. رقم 15، انا ماشي لك، بيقول لي س على 9 يساوي 15%. طبعا الس على 9 اللي هو ده تناسب، ده التناسب الاول. طب التناسب الثاني مدوه له نسبه مئويه، ال 15 في المية معناها يا اولاد 15 على 100، يبقى س على 9 يساوي بدل 15% بقول 15 على ايه؟ على 100. ايوه بضرب الطرفين في الوسطين. طيب الطرفين في واحد مجهول، اضرب الوسطين اللي هو 9 في ال 15، المقص الثاني اللي هم الوسطين، 9 في 15 ايوه ب 135. 135 بقسمها على ال 100، بقسمها من 15% بقت 15 على 100، اضرب 15 في 9 ب 135. ال 135 يا اولاد مقسمها على 100، ايوه برافو عليك، بواحد صحيح و35 من 100، يبقى قيمه الس هتبقى واحد صحيح، ايوه علامه و35، يعني 35 من 100. المساله اللي بعدها بيقول لي ايه؟ س زائد 18 على 9 يساوي 8. طبعا الثمانية دي يا اولاد، الثمانية دي لها مقام، اللي هي في ايوه ان التناسب الثاني لها مقام، الثمانية دي مقامها بواحد، يبقى نعمل الثمانية دي مقام ونضرب الطرفين في الوسطين. طب الطرفين فيهم مجهول، اضرب الوسطين اللي هي الثمانية في التسعة، ايوه 8 في 9 ب 72، هقول س زائد 18 يساوي 72، ايوه س زائد 18 يساوي 72. الخطوه اللي بعديها هقول س يساوي، اطرح ال 72 او ود ال 18 باشاره وعكسه، يعني هقول ايه؟ الس يساوي 72 ناقص 18، ايوه 72 ناقص 18 يديني كام؟ 54. يبقى قيمه الس ب 54، هنا نكتبها الناحيه الثانيه، يبقى قيمه الس ب 54. رقم 17، بيقول لي 2 على 7 يساوي س على 21، فإن س يساوي نقط. اضرب الطرفين، اضرب الطرفين اللي هو الاثنين في ال 21، 2 في 21 يعني 2 في 1 ب 2 و 2 في 2 ب 4 يعني ب 42. اضرب الطرفين 2 في 21 ب 42، اقسمها على 7، 42 على 7 ايوه برافو عليك، يبقى قيمه الس ب 6. ايوه تاني، الطرفين نضرب 2 في 21 ب 42، نقسمها على السبعه يديني العدد اللي ناقص عندي الس ب 6، 42 على السبعه يبقى قيمه الس ب 6. رقم 18 بيقول لي مقياس الرسم يساوي نقط. مقياس الرسم يا اولاد يساوي الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. الطول في الرسم على ايه؟ الطول في الحقيقه. يبقى نعمل شرطه قياس
فوق شرط الكسر نكتب الطول في الرسم او الطول في الصورة او الطول على المصور الجغرافي او الطول في التصميم او الطول على الخريطة، على تحت نكتب الطول في الحقيقة. اي واحدة من اللي انا قلتهم تمشي. يعني باختصار هقول شرط الكسر، مقياس الرسم يساوي شرط الكسر، اكتب فوق الطول في الصورة او الطول في الرسم على الطول في الحقيقة. النسبة ما بين الطول في الرسم الى الطول في الحقيقة بسميها مقياس الرسم. رقم 19 بيقول لي اذا كان الطول في الرسم 2 سم والطول الحقيقي 6 متر فان مقياس الرسم يساوي نقط. طبعا مقياس الرسم لازم يا اولاد يبقى بالسنتي. طب الطول في الرسم مديهولي بالسنتي 2 سم، الطول الحقيقي اللي فيه مشكله مديهولي بالمتر. طب ما تحول المتر الى سنتي. طب احوله كيف؟ المتر في 100 سنتي، المتر ده متر القماش اللي بنقيس بيه القماش وبنقيس بيه الاطوال، في 100 ايه مقسم 100 سنتي. طيب دول ده مش متر واحد، ده 6 متر، يبقى اضرب ال 6 في 100 ب 600، يبقى 6 متر فيهم 600 ايه سنتي. بنعمل يلا نجيب مقياس الرسم، بنقسم الطول في الرسم 2 ايوه على الطول في الحقيقه، خليته 600، 2 على ايه 600. طبعا بنختصر الاثنين اللي فوق وال 600 اللي تحت على الاثنين، ايوه بنختصر 2 على الاثنين فيها الواحد، وتحت 600 على الاثنين فيها 300، يبقى مقياس الرسم يطلع 1 الى 300. بيقول لي رقم 20 التقسيم التناسبي هو نقط. يعني ايه تقسيم تناسبي؟ تقسيم تناسبي يعني تقسيم، يعني توزيع. تقسيم لما بقسم حاجه يعني اوزع حاجه. تقسيم تناسبي تعريفه هو تقسيم شيء ما، ممكن الشيء ده يكون اراضي، اوزان، نقود، اعداد، ارباح، خسائر بنسبه معلومه. يعني نسبه معلومه يعني نسبه مديها لي في التمرين اللي انا هقسم عليها. تاني، التقسيم التناسبي هو تعريفه هو تقسيم شيء ما، الشيء ده ممكن يكون نقود، اراضي، اوزان، ارباح، خسائر، اعداد، اي حاجه من اللي انا قلتها دي بس بنسبه ايه معلومه، يعني مديها لي موجوده في التمرين. رقم 21 بيقول لي 75% يساوي نقط. 75% معناها 75 على 100. ويعني ايه 75 من 100؟ يعني ال 75 دي 3 ارباع ال 100، يبقى لما احطها في صوره كسر اعتيادي تبقى 3 على 4. يعني ال 75 دي في ال 100 معناها 3 ارباع ال 100 دي في صوره كسر اعتيادي او كسر عادي. رقم 22 بيقول 3 على 5 يساوي نقط في ال 100. ال 3 على 5 عاوزين نحول الكسر الاعتيادي اللي في صوره بسط ومقام الى نسبه ايه؟ الى نسبه مئويه. طب بعمل ايه انا يا اولاد؟ في تعريف النسبه المئويه قال لي لازم الحد هي نسبه حدها الثاني 100. طب ده الحد الثاني، الثلاثه حد اول والخمسه حد ثاني. طب ده الحد الثاني ده خمسه، الحد الثاني خمسه عاوز اخليه 100. برافو عليك، نضرب في 20. ايوه سامع واحد بيقول نضرب في 20. ايوه ايه العدد اللي اضربه في 5 يديني 100؟ 20. يبقى هضرب ال 3 في 20 ايوه وال 5 في 20. اضرب 3 في 20 ب 60 و 25 في 100 في 20 ب 100. يبقى هنضرب ال 3 في 20 ب 60 وال 5 في 20 ب 100، يبقى 60 على 100. يبقى لما نحول ال 60 على 100 في صوره نسبه مئويه تبقى 60 في 100. يبقى اللي بيحصل في المسائل دي في مثل هذا الانواع من النوع من المسائل دي بعمل ايه؟ بضرب الحد الثاني في 100 في 20. ليه؟ عشان عاوز اخلي ال 500. يبقى اضرب في 20 واضرب كمان الحد الاول اللي هو 3 في 20. 3 في 20 ب 60، 5 في 20 ب 100، يبقى 60 على 100. حول لنسبة مئوية يبقى 60، نكتب على الناقص 60 وآدي رمز النسبة المئوية في ال 100. ال 62.5% عاوزين نحولها إلى كسر اعتيادي بس يكون في أبسط إيه؟ يكون في أبسط صورة. ال 62.5% معناها 625 على 10، معناها 625 على 10. 62.5% معناها
ايوه معناها يا محوله الى كسر اعتيادي معناها 625 على 10. ايوه 625 على 10 تديني 62.5 ايه في المية. ال 625 على 10 هنقسم ال 625 اللي فوق على 5 وال 10 ال 625 تقبل على 5 وال 10 تقبل على 5 يبقى 625 على 5 ايوه فيها ال 125 و10 على 5 فيها ال 2 مفصوله ايوه هتبقى مفصوله كسر عادي 125 على 2 مفصوله كسر عادي هتبقى يا اولاد او 125 على 2 او 125 الى